الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، معاشر المؤمنين، فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. ثم بزا الله جل في علاه إبان جلنا على نعمه تترى كوينجلي بجين ديلا إذا كوي غير الله جل في علاه السيبين جلا نيمين بنوك ساسلا كوكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنة إسلام كويكو بيدي زنمو أبالونج أبي بتيبوا أبي مكوانو مكتوب اجتبا الله جل وعلا ويقيل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقى في السر والعلن وفي الغيب والشهادة. الله اجتوز متما جف مبيل زن، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما زال الحديث موصولا ومستمرا تشاقين الماس بإذنه جل المولى نوم لمواقف فيه نسلسلة يفيه وجقر الوفيه تحت عنوان كمتوغو غامبانتي كلمات قرآنية تفهم خطأ مويبي بغامبو بيوغين دا وكسيسين كان مقرآن نغا نايموانا واتوا بسينغو بونجي مفي تبيبو نولا مونسو بي تبي تغيرا مون تغيرا إيطالي نتوفو وبول ياو أما كورو أغابي غواني دي نغا تتوغا بيوا. وهكذا بارك الله فيكم. وبالأمس القريب وملون ديو قسين بيو تواتنبو لدكو آية إلي في سورة براء بل التوبة إقامب وآخرون مرجون أو مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والشاهد مرجون إقامب تواتنبو لدكو شابد إقامب مرجون يعني من الإرجاء نغا إشغام بيشو أما كلو غاشو كوي كوبيرا أنت يعني التأخير نغا الله سبحانه وتعالى يليالك كوب الصحابة أبابيرا نغا كانوا من المخلفين من المتأخرين بالي موابو آبا كيريوا نبابيرا نغا تبال يميرا نبنابو في غزوة التبوك ومنهم الثلاثة نمو مواليمو أبو أبساتو ومولي كعب ابن مالك رضي الله عنه ورضا ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية رضي الله عنهم جميعا. وليس المعنى تقالي أمكولو أجيش قامبيتو انتي مرجون أي من الرجاء وكبير انتي الله تياليات قيزامو انتي بابي لانغا بلنا أكسوبرا بالنا وبا بالي بس وبيدا اتشرا جيرو كوفيري الله سبحانه وتعالى. وهكذا اقام كلو قبيران قتي قفديو كآية يبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قبطوال بإذنه تبارك وتعالى وبارك الله فيكم. وفي هذه الجلسة وهذه الحلقة مو لسيسين كان رفي أولواليرو بإذنه تبارك وتعالى ملتولا لنو أولواساتو مورمو ولله الحمد والمنة تغينا كبيرا نغا تطولونتوكا نغا تتامبولا نآية إري في سورة هود مزيمو كويزو السورة ومبكا صلى الله عليه وسلم زيابيرا نغا أيو جيراكو ستيتمنت يغامبا تي شيبتني هود شيبتني هود يبيرانغا انديتا ان في سورة هود اولويبيو الله سبحانه وتعالى بياتو تجيزا ميو من القصص
mu byafaayo ebyaba al anbiya bannabyaba tuma abatumwa oluberebere omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hakadha ne obuyinza bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okuzikiriza n'okubonereza kwa Allah tabaraka wa ta'ala ala al jababira kwazikiriza eri abo abeefuula bakiwagi bamawaggali ba mawali ku mateeka ge wa hakadha al mutakabbirin Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga akhadhahum akhdha azizin muqtadir Allah bakwatako olukwata hasab al asri wal masr kusinzira Allah jalla wa ala ngabu abira ayagadde wal yawm insha Allah tabaarak wa ta'ala nasiru ma'a al ayah aw naqifu 'inda al ayah tugenda kuberanga tutambira ku aya eye 10 no musam nga Allah tabaarak wa ta'ala gamba أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من طلب أمد أبدنغ أليك بينة وكفري الله تبارك وتعالى أمرزوه بينة أي على حجة وبصيرة نغا ألي kuwujuliz noku manya kukuveri Allah subhanahu wa ta'ala kwa bila amugulidew wa dhaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa nu'alla tabaraka ta'ala guyali ayugiraku kama kala ba'du al-mufassirin Allah yali ayugiraku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa fi hadhihi al-aya mu'ayini chigambo chitisungu kweta agamu wa yatluhu shahidun min wayatluhu shahidun min nga okusinzira ku nteekateeka eya mukadde waffe mu lujegere luno Sheikh Abdul Majid As-Sanid hafidhahullahu ta'ala mu halqa eno eyasatu mwemu yabeeranga ekigambo kyetugenda otambulirako mu aya eno kyekigambo wayatluhu ay yattabi'uhu ay yatba'uhu tujagamba yattabi'uhu ay yatba'uhu nga makulu waliwo okubeeranga mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali kukumanya oku Allah tabaraka wa ta'ala kuyali yamugulirawo n'obulungamu hadith wala haraj n'obunyonyofu kuveri Allah omuleziwe wayatluhu wayatluhu ay yatba'uhu shahidun min qala al mufassirun sheikhi ala gawano nagamba ay yatba'uhu walaysa min at-tilawa على الصحيح تشيرين تنو ويتلوه انت اتشيغامبه چو الله يليا تغيزا ويتلوه نو كبيرا انت آسوما وبلونغام وقد فسر شيخ الإسلام هذا السطر في 46 صفحة شيخ الإسلام ابن يعني تيمية رحمه الله تعالى يبير انغا أن ينولى چتوندو چنمو آية چتوندو اتشجمو آية نو انغا چن ينولى mumpapula subhanallah 46 mumpapula ana mumukaga nga nyonyola annyonyola layini eyo yokka ocholide fil mujallad al 15 min al fatawa bonage na mujallad ogwe 15 ojasanga sheikh al islam ibn taymi rahimahullahu ta'ala nga annyonyola ku ayeyo nga akutte ekigambe ekyo wayatluhu akinyonyola akitema atema رحمه الله تعالى رحمة واسعة شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى متفسيري بيالي أيقرك آية يونتي أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من غنيت جامبة تسنغو كويتا لدم ويتلوه يجامب يذكر تعالى الله جل وعلا أن ينيلا قالان بك حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن بلا ينبك محمد صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه نابو أبابيران قبي مرده مونغتوزي أبابيرا بزي مويتو تنيني تياليمو أما كلو يتوكو ولا بانتو إلى التوحيد والسنة كوكاول الله تبارك وتعالى نينكولازي من ورثته القائمين بدينه أبيرا أبسكابي
غباي ميري دكو الدنيا واشتبع الله تبارك وتعالى وحججه الموقنين بذلك غا إلى وبجولي زبابولا نامية بابو سيمبا غا بابو ككسا وبنيني الله ويسم القرآن نوب ووككم بك محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثل ولا يكون أحد مثلهم تواليو أينزا كبيرانغا بين كان بفانا غنكو ويباتو نسون قلواتي الله يا غانبا أفمن كان على بينة من ربه أي بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة وبوبك الله جل وعلا بيسامو إنسونغا إنكولو ودلائلها الظاهرة نوبو جلزي أوبو يوليفو فتيقن تلك البينة نابيران قدلا أكاكس زدل وبنين يفوبو الله سبحانه وتعالى بيسا ويتلوه إتقام بيتو تتسنغن يوكيتاغا ويتلوه شاهد منه شيخ عبد الرحمن الناصر السعدي يقامبا يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر نابيرانغا أو أمنانغي قبريرا يكنينيا أبنينيف الله سبحانه وتعالى بيسا شاهد منه وهو بمعنى شاهد الفطرة المستقيمة نغنوب أبنينيف الله بيسا وبجلز وبفهم بكدم القرآن وبيولف وبتريم يد نكارينج ننزك زينا أما جزي وببومبوا وبتري وبلم بقوا تغني دادالا نبي الله جل وعلا بيسم القرآن والعقل الصحيح نام جزا ملم قجل دا قويب الله عز وجل بيسا إبريم القرآن نغبي يولف نغبي ننف نغبي الكرية حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه قدل بجلد أوتوف أوويب الله سبحانه وتعالى بيس نابران الله يتلقى لما تيك أقفهم بك الدم القرآن وعلم بعقله حسنه إران نام جز قابران قتقير الدلانتي بنبي قامبو بيا الله سبحانه وتعالى سيبي بوزي بوزي فازداد بذلك إيمانا إلى إيماني وبكر زبير أبو ينكو بيرانغا بويونجيرا كبكر زا مكرو بيرانغا بويونجيرا بويونجز ومدو بابيرانغا أسمي بيغامبو بيوشتي والله سبحانه وتعالى أما جزي قام لم قفوا تغني دادالا نيبيو الله سبحانه وتعالى بيسم القرآن الشاهد ويتلوه شاهد منه أما كرو amagezi gabe wayatluhu shahidun minhu amageza malam gagobererebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyabiranga asakumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nobubumbwa obulamu buberanga bukwataganira ddala wayatluhu ay yatba'uhu amakulu naberanga obulungamo obugobererwa amagezi amalam obubumbwa bwaffe Allah bwe yatutonderako n'amagezi Allah tabaraka wa ta'ala ge yatwazika oba gaki atwazise mwana wattu bwe gabeeranga ddala malamu gabeera gayina kubeeranga gakwatagana gategeerera n'okunnyonnyokera ddala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabeeranga assa mu Qur'an Sheikh agamba wa mujmalul qawl نو كتوالي زاوامو اتشغامبو أن الذي على بينا ويو الله ويلا يقلكم آينو آلكو بلونغم كحجة وبصير نو كمانيا من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم ينبك محمد صلى الله عليه وسلم والبينا أتي الله تشاتو تجيزاكم آينو انت والبينا من ربه أي هو الإيمان كويكوبير أنت أبوكي nga wayatba'uhu shahidun min ubukiri zobo umbaka al umbaka al ubukiri zobo Allah tabaraka ta'ala byabiranga awa umbaka we amakulunga ubukiri zaburi mutima gombaka sallallahu alaihi wasallam wayatba'uhu shahidun buberanga bugobererwa nebuwerekerezebwako shahidun min ay shahidun min rabbih wa huwa alquran sechochoka Allah nabiranga tera yamuwa
n'ekyo ekijulira ku obwo obukkiriza bwe nnyini bwe yaliko nga nayo ye Qur'an ey'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga bw'ojjosanga mu Al-Fatawa, ekitabo ekyo Al-Fatawa ekya Al-Imam ekitabo ekyo ekya Al-Imam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala mu mujalladi ogw'ekkumi n'ettaano ku peeji ey'enkaaga mu bbiri. Barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إلهنا والحمد لله.